السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ وحشتنا جدا جدا. النهارده معانا سحور، مش عاملين تحدي، احنا حبينا ان احنا نتسحر معاكم النهارده. معانا طبعا العيال بتوع البيت كلهم، احنا كلنا، والحاجة طبعا كانت هتكون موجودة معانا بس طبعا ما قدرتش عشان الوقت اخر وهي ليها ميعاد معين لازم تاكل فيه، فما كانش هينفع عشان انها الانسولين. لان هي بتاخد انسولين وكده عشان السكر، فالحمد لله يعني ما قدرتش تطلع معانا. فالنهارده زي ما انتم شايفين سحور الحمد لله من جميع الاشكال. يعني اتمنى ان الفيديو ده يعجبكم ان شاء الله، ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو دوت، وكمان تشتركوا في القناه لسه ما يكونش مشترك وبيتابعنا، وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي احنا هننزلها. اقول لك الكلمتين بتوعي بقى، انا اللي قال الطعميه ديت. الطعميه حلوه دي، تسلم ايديك يا ماما. دي ديت برضك اكتر حاجه احنا، تسلم ايديك يا ماما، اكتر حاجه شكلها كده تفرح. مش هي اللي معلماني بطاطس ديت؟ برضه مش انا اللي عاملها. انا كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، يا رب يقعد عليكم الايام بخير. يلا نبتدي. صوم طيبين. بسم الله الرحمن خدوا عيش اهو. اتفضلوا معانا يا جماعه. بالهنا والشفا. برد عنكم اهو. عشان تعرفوا بس. شاطرين الثلاثة سموا بالله. قبل ما يبتدوا. طبعا. المفروض بقى كل الواد اللي بيتفرج علينا دلوقتي يعملوا زي ما انجي وسام وايناس عملوا دلوقتي، يسموا قبل ما ياكلوا. وياكلوا كويس. كله كويس. على فكرة هما بيصوموا معانا بس مش لحد المغرب، لحد العصر بس. نبتديها مراحل. معاك يا انجي؟ حسن كان طبعا عايز نعمل معاه تحدي، بس انا كان فاكر نفسه ناصح. انا كان لسه واكل من نص ساعه بالظبط. بس طبعا يوم بره هتثبت كده، ما ينفعش اكون شبعان واخش له ضحيه. بالذات هو عايز يطلع همه في اي حد. يحيى ما شاء الله مروقه. يحيى لسه معانا وجه كبير وما شاء الله دخل اكتسح كله. انا بطل. بس الناس متضايقه منه. قول لهم معلش بقى. معلش بقى ليه؟ متضايقين من العقاب بتاع حسن عشان ده مضر. ما تعملش عقابات مضره تاني. اللي هو ايه؟ لما خلينا نتكلم في البذره بتاع مش تقف عنه في الامانه تعمله مشكله. فاعتذر للناس بقول لهم مش هعمل كده تاني. مش هعمل كده تاني. مش هعمل كده مع حسن تاني، بس هعمل كده مع محمد. مش هرد عليك، هم اللي هيردوا عليك. عايزين نشوف بقى هتردوا عليه ولا هتكسفوه. طب تراهن على كام ان هو محدش هيقول لي كده؟ هيقول لي كل اللي بيتفرج يقول لي اعمل عقابات فمحمد صعب. تتحداني؟ لا. لا خلي بالك الفانز بتاع محمد كبير. بتحداك؟ ده كلهم بيكتبوا لك تعليقات دلوقتي. طب انا بتحدى ايه يا جماعه؟ نشوف كم تعليق هيجي لك. محمد بطل وهو بيعلق عنه لك. ملحوظة يا جماعة، اكونت الانستا بتاع محمد واكونت الانستا بتاعك دلوقتي في الوصف، وكمان في اول تعليق ادخلوا اعملوا لنا فولو وشوفوا الصور وكل حاجة احنا بننزلها وهتبسطكم برضه ان شاء الله. ترجمة
يبقوا اكتبوا لنا يا جماعة عقبات، تحديات، حاجات كده نعملها، أوقات نعمل فيها بث مباشر، أوقات ما نعملش فيها بث مباشر. كده شغلونا. عايزين ميوزك في الفيديو، مش عايزين يحيى المونتاج. هما يعتبروا الفيديو دوت للاقتراحات اللي هما عايزينها كلها. احنا مش عاملين تحدي ولا عاملين عقاب عشان نقعد مع بعض شويه، وعشان الفيديو مش عايزين نسرع فيه. ايه رأيك في الطعمية؟ بعرف اقلي طعمية؟ قلت لا ليها. هتشتغل؟ عم انا اقول انا اللي اقليها. انت بتعرف تعمل حاجة. شكلك وحش. طب خدني على جنب وقول. انا جنبي. قدام الكاميرا. اجري. ما ينفعش، احنا في المدار. ولا مش في المدار. طبعا كنت دلوقتي الناس اتاكدت من اي حاجة. ما اتاكدتش عشان اللي جرى الحتة دي ما يسمعش. الناس كلها لا ما تجيلوش، انت هتعرفوا دلوقتي الحقائق كلها. اي حاجه محمد قال ان هو اللي عاملها اكيد مش هو اللي عاملها. انا اللي بعمل. اقطع الصوت ايه في الحته دي؟ ده انا هعيده 100 مره. الله تسلم لك يا بابا، الطعمية جميل. ايوه كده. معاك معلقه؟ مفتوح لي الحقيقه الرئيسيه معايا. خدي خدي قولها بقى بدل ما تقول. تسلم ايدك يا ماما، تسلم ايدك يا ماما، انت عمرك جميل. ايوه كده. تعرف انت تقليها كده؟ طبعا انتوا حاسين ان الحاج مش معانا في المود زي كل مرة، احنا مسهرين معانا الساعة دلوقتي داخلة على حوالي الساعة 3 بالليل فجر، فهو ميعاده بيكون متسحر مثلا ساعة واحدة كبيرة أوي. أنا مش عشان أصلي. لأن هو بيحاول يتسحر بدري عشان يقدر يقوم يصلي الفجر. إحنا لسه شباب بقى، إحنا بنفضل صاحيين لحد ما نصلي وننام. طب بمناسبة الطعمية أقول لكم نقطة الطعمية؟ أنا كل حاجة عندي لها نقطة. مرة واحد أحول وقف بيقلي طعمية، فبيجيب من العجينة ويحطه في العجينة، وجنب واحد جنبه عيل اهبل كل ما يحطه في العجينه يقول له تش. ايه النكته ده؟ حاجه انجي اهو. يجي من العجينه يحط في العجينه وجنبه عيل اهبل يقول له تش. عجبت يحيى؟ يس. ثانية واحدة بس هشرب مية. ايه هو انا قلت ليه ما انا قدامي لبن؟ ما كنتش شربت لبن. ايه ده؟ ما اعرفش مش طالع نصر زي اللي بقول مش طالع له. وانت بتتوحم على ايه حسن؟ هو انا على سيد الناس، على سيد الناس. عطش قام يجيب ميه وقدامه لبن. لو كان طالع لك بقى كان عطش كان ما اعرفش كان هيروح فين. كان ممكن يروح منبع الميه نفسه. عارف لو انا كنت عطش كنت قلت للفانز هاكل ميه. كانوا هيدوني. يا لهوي. مش مصدق يا إيه. اتحداك اتحداك. طب انا عايز كوبايه ميه بعد اذنك. شوف الكوبايات، شوف كميه الخرطوم اللي هتتقع عليا في الكوبايات. ارتوي. لا لسه مش شوفت عليا. يحيى دوت معايا نسخ اخواتي بس حاطط نقره من نقره على طول.
بنقومه من على ببجي بالعافيه كده. خلصنا من كونكر طلع لنا ببجي. امسحها له ان شاء الله. هذا اللي طلع من عكاية. اعمل لها يا بس عدلة البصل. تشبعت ولا ايه؟ ده مين؟ عدلة البصل. هو تقريبا مفيش حد غيري بياكل بيض. باكل من ناس كتيرة. احنا كده يا صاحبي 26 رمضان. فهمتوا ايه يا جماعه؟ العيد خلاص على الابواب والايام طالعه تجري. مين هيتفرج على ليفربول بعد بكره؟ انا مش رايح؟ الاهم من ليفربول كلنا ندعي ان ربنا يكتب لها ليله القدر. اللهم بلغنا ليله القدر. ربنا يبلغنا يا رب احنا وجميعا. رايكم في الاكل؟ نعرف نعمل صحابي يعني؟ رايكم في الطعمه بتاعتي يا انجي؟ ما تجيبيش انت وجدك عليا. قول له اللي كانت بتاعتك. طب بسمتك مين اللي مشيل العجينه لامك؟ انت. ايوه كده. يبقى انت اللي عاملها. ظلمناه. احنا كده ظلمناه. انت اللي جايبها مش انت اللي بتعملها. الدنيا معلقه يا ولاد. بس حلوه اللمبه بتاعت الطعميه. اه مش عارف حاجه. تقول لي نقطع البطاطس. اقول لك نقطع البطاطس. انا عندي نقطه كل حاجه. كل حاجه؟ اي حاجه. أقول عشان انا بتخيل النقطه اصلا بجمعها في النهايه. أقول البطاطس. بص يا عم هنجيب الطعميه وتخليها بطاطس. هي بتعمل تش برضه صح؟ تصدق حلوه؟ تصدق ضحكتني؟ مره بطاطسيوله بتقول بطاطسيوله. بس بلاش دي بتقول لي مش هتضحك الناس. بتقول لي مين؟ بطاطسيوله. بطاطسيوله بتقول لي بطاطسيوله. من بدايه القصيده كفر. اوه لا فالبطاطسيه بتقول البطاطسيايه شفتي انا بيقشروني وقطعوني صوابع وحطوني بالزيت. قالت لا لا يا منكوسه انا احسن منك انا بيهرسوني ويحطوا عليا الريس. الله. طب دي احلى من بتاعت الطعميه. ايه رايك؟ طب والبيض؟ البيض؟ اقول لك نقطه للبيض. ماشي. اقول لك نقطه للبيض. مرة واحد بلاش نقول مننا عشان ما حدش يزعل. عرفت. فاهمين طبعا. ماشي؟ عرفت. ايش اقول من مين؟ بيسأل واحد برضه مش هقول منين عشان ما حدش يزعل. عرفته برضه. بيقول له دي كبار على السور اللي جنبنا. احنا اللي ناخد البيضة ولا الجيران؟ تخيل الراجل قال له ايه؟ ايوه الديك ما بيبيضش. قال له انتوا طبعا. وهو الديك ما بيبيضش اصلا. بيقولوا مش على الفول بتاعكم. طب والفول؟ الفول؟ هو ليش تقول عليه عشان رمضان؟ انا انت قلت نقطة؟ اه اضحك. طب والفول؟ لا ما جمع بقى عشان الذاكرة بدأت. الذاكرة بدأت تخبط في الحلم. بس بقى يا عم بقى. الأكل بتاعك. يلا. يلا ايه؟ انا لسه بيفهم. لسه شباب. زي حاجة ما شاء الله. ننهي ونكمل. طب ننهي عشان الفيديو كده طول. ماشي. بعد كده نكمل اكل براحتك. كل سنة وانتم طيبين.
يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو دوت، وكمان تشتركوا في القناه اللي كل لسه ما اشتركتش وبتتفرج عليها دلوقتي، وكمان تفعلوا الجرس. ما تنسوش ده في ناس ما دوستش لايك. اما هم لا هيدوسوا لايك، مش انت هتدوسوا؟ قولوا احنا ضغطنا لايك. ثواني بقى انجي قولوا لي هو انت عاملين الحاجات دي؟ اتصدق ده بيسمعوا كلام انجي لما بتقول اه قولي يا انجي يلا ابلعي الاول. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت، واللي لسه ما اشتركش في القناه. ستوب، ده قال سبسكرايب، ده قال سبسكرايب وانا بقول لي اشتراك. يا شكلك وحش، ده قال سبسكرايب وانا قلت اشتراك، شكلك وحش. ده اليوم الجاي بعد كده يلا هتبقى قد من الحلقه. قول يا ريم كمل. ما تنسوش تفعلوا الجرس اهو، ما تنسوش تفعلوا الجرس يا اهم حاجه، وسبسكرايب، وما تنسوش تعملوا فولو للاكونت الانستا بتاعي وبتاع محمد، هتلاقوه في الوصف وفي اول تعليق. يلا نشوفكم على خير، فيديو جديد، تحدي جديد، سلام.